عمر أديب. انترو انترو. كاريزما. بق 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 يعني ايه بق دي؟ ما تعني حاجات كتير. بق يعني ممكن فشار، وبق انه بيكلم كتير. هو نفسه بيوصف نفسه بانه هو بق، ده وصفه لنفسه. طب وصفيه لي انت يعني ايه؟ والله انا بجد مش عارفه، صدقيني. يعني لما بيتكلم كده تحس ان انت مش عايزه تبصي لعليه ولا على راسه ولا على شعره اللي مش موجود نصه، تحس ان انت عايزه تبصي على بقه. بقه مترامي الاطراف كده ومليان. والله انا ماليش دعوه يا جماعه، العهد على الراوي اللي بعده.